شربت شربت وش فين الحين؟ اذا مشاهدينا الكرام مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مره اخرى. القضيه كبيره وكبيره بزاف في هذه اللحظات. تدخل سياره الاسعاف وغادي نقلوا يعني المصابه على مستوى المستعجلات التابعه لهذه المنطقه هذه بعد الفوضى اللي وقعت في محل ديال سبا ولا محل ديال التدليك. يعني كيف ما كتشوفوا معنا عناصر الامن ايضا كيتواجدوا بعيد المكان. والغريب ان الساكنه حتى واحد فيهم منعس، الساكنه حتى شي واحد منعس من بعد الصداع اللي وقع هنايا. يعني كيف ما كتشوفوا معنا في هذه اللحظات عناصر الامن وسياره الاسعاف كيدخلوا على الخط. يعني عناصر الامن وسياره الاسعاف كيدخلوا على الخط. سياره الاسعاف كتدخل من اجل نقل الشخصه او الفتاه المصابه الى المستعجلات في محل ديال سبا. فنتمنى الشفاء العاجل. يعني مضاربه ما بين مولاة المحل والعاملة اللي عندها. يعني كيقولك انها هاد السيدة هادي مولاة المحل ما كتبغيش تخلص دريتها وكتاكل لهم رزقهم. هاي في هاد اللحظات كيتم نقل الفتاة. هاي فالله يجيب الشفاء. الله يشفاها وليها الله يعافيها. هاد البلاصة هادي ماشي ديال المضاربة هادي. محل ديال سبا ولا محل ديال تدليك. عناصر الامن فتاة المصابة غادي يتم النقل ديالهم فتاة الى المستعجلات. قضية كبيرة كبيرة بزاف. يعني كيف ما كتشوفوا معنا عناصر الأمن باقيين كيتواجدوا بمكان هاد السبا هذا. يعني عناصر الأمن مازال كيتواجدوا بمكان ديال هاد السبا. تحياتي لعناصر الأمن الوطني صراحة اللي كيقوموا بمجهودات كبيرة اللي خطينا أمن في بلادنا. وتحياتي لعناصر الأمن الوطني. هاد المحل ديال السبا كاين في الولفة خويا. الولفة هنا فين كاين تم نقل فتاة من طرف عناصر الوقاية المدنية. فنتمنى لها الشفاء العاجل. تعادوز عناصر الأمن كما في اللحظات كيتحركوا. بعد ما تم اغلاق ديال المحل ديال التدليك طبيعه الحال عناصر الامن كينقلوا الفتاه اللي عندها مع صداع صاحبه المحل اللي نقلتها سياره الاسعاف. ان هاد السيده هادي معروف عليها كتجيب العاملات انهم يخدموا عندها وما كيتمش انهم ما كتخلصهمش. طبيعه الحال مجموعه من علامات استفهام مطروحه ولكن الامر بيد عناصر الامن غيفتحوا بحث معمق من اجل وصول الحقيقه. طبيعه الحال واللغز راه كاين ما بين العاملات وديك السيده المشغله ديالهم. اذا مش الكرام مش دقنا شفتي في غادي نودعكم على منطقاكم في بث مباشر ان شاء الله. الى اللقاء. الساكنه راه كاملين ما نعسوش. فنتمنى الشفاء العاجل للمصابه وغادي نودعكم وشكرا لحسن التتبع.